في 45 مليون لهم حق التصويت. حاجة بسيطة خالص، لا احنا نقول الشرعية ولا هم يقولوا الشرعية، نقول الشعب تعالوا ننزل للصندوق واللي الشعب هيقول عليها نعمله. الشعب حول الشريعة يجعل الناس يعني يدغدغ عواطفها مع الشريعة، الناس كلها مع الشريعة. خلاص اهلا وسهلا، احنا ما قلناش ان احنا اصحاب الشريعة. اذا ربطت نعم على الاستفتاء بالشريعة سيجعل كثير من الناس يقولوا نعم، وربما ان قرأوا الدستور ربما يكون لهم موقف اخر. طب ما هم يربطوا لا بالشريعة، هي الشريعة مش حكر علينا والدين ليس حكرا علينا، هم كمان مسلمين مش كده، وبيقولوا شرع الله، يربطوا لا بشرع الله، يربطوا لا بالشريعة، محدش قال لهم لا. رأيك يا دكتور صفوت يعني هذا الاستقطاب الحاد الذي وصل في بعض المحافظات للمواجهات، كيف نستطيع أن نلم الشمل مرة أخرى ويعود مرة أخرى الثوار إلى ما كانوا عليه سويا؟ لم يعد هناك ثوار. كيف؟ لم يعد هناك ثوار، هناك الآن قوى سياسية. هذا الصراع الموجود الآن هو صراع سياسي وليس صراع ثوري، هنا ثوار وهناك ثوار، ولكن أصبحنا ثوار ذوي انتماءات سياسية، فأصبحت المسألة الآن هي صراع سياسي وليس صراعا ثوريا. كيف نجنب هذا الصراع السياسي ونعود إلى الالتحام مرة أخرى؟ الصندوق، الشعب، الشعب والصندوق، يعني الدعوة للاستفتاء. ننزل للشعب، الشعب يقول لا خلاص، الشعب يقول نعم خلاص. كلمة أخيرة توجهها لمن في التحرير. أقول لمن في التحرير، أنتم تعلمون ماذا يحدث، وأنتم تعلمون من يريد بكم وماذا يريدون. أنتم تعلمون أن الشرعية هي لمحمد مرسي، أنتم تعلمون أنه هو الرئيس الشرعي، وليس من حقكم أن تحاسبوه بالقطعة، ليس من حقكم أن تحاسبوه على كل قرار نحاسبه بعد 4 سنوات. إذا أحسن انتخبناه، مهما اتخذ من قرارات، مهما اتخذ من قرارات، إلا أن يظلم مصريا، وإذا ظلم هناك طرق. الرجل قال هو إعلان مؤقت، هو إعلان مؤقت، قال أن الدستور سيخرج بشكل توافق ولم يخرج بشكل متوافق. لا، خرج بإجماع وليس بشكل متوافق. هناك منسحبين دكتور صفوت، ينسحبوا، هم أحرار. لا يجوز لمخلوق مهما كان أن يجبر المصريين على سماع كلمته وهو لا يمثل مصر. أي واحد في المنسحبين لا يمثل إلا نفسه، وهذا رأيه، هو حر، لا يجبر الشعب على رأي. هناك من كان ينتظر من الدكتور محمد مرسي بعد أن مد شهران أن يقوم بعملية تقريب وجهات النظر ويعود المنسحبون مرة أخرى. لن تكون هناك تقريب لوجهات النظر طالما أن النفوس والأطماع موجودة، فلن يكون هناك تقريب وجهات نظر. الفيصل هو الشعب، الفيصل هو الاستفتاء. أليست هذه الديمقراطية؟ مش هي دي الديمقراطية؟ احنا ما جبناش حاجة من عندنا، دي الديمقراطية. تعال نشوف الصندوق واللي الشعب هيقول عليه هنسمعه وهنعمل بيه، وبعد 4 سنين اسقطه محمد مرسي. لكن دكتور صفوت بالحديث حول الديمقراطية كان لك تصريح هام وقوي ان لو الصندوق اتى بالفريق احمد شفيق سننزل الى الميادين. لا لا، هذه قضية اخرى، هذه قضية اخرى تماما. ليست ديمقراطية ايضا؟ لا، ليست ديمقراطية يا اخي. قبل انتخاب الرئيس ليس هناك شرعية الا شرعية الميدان، نحن كان عندنا شرعية الميدان ثم أصبحت شرعية البرلمان، فأهدروا البرلمان فعادت الشرعية إلى الميدان، فانتخبنا رئيسا وعادت الشرعية إلى الرئيس. قبل الانتخابات كانت الشرعية للميدان. لا يمكن أبدا، انتوا الدنيا بتضحك علينا، نشيل مبارك وننظف الكرسي عشان نحط عليه مبارك تاني؟ لو أتى بشكل ديمقراطي يعني. لم يكن ليأتي بشكل ديمقراطي، والدليل أنه لم يأتي. شكرا لك دكتور صفوت، شكرا لحضرتك. شكرا. معنا الاعلامي، نقول الاعلامي ولا المهندس خالد عبد الله ولا الاعلامي المهندس خالد عبد الله؟ الاعلامي المهندس خالد عبد الله. يعني دائما باشمهندس خالد يعني تصريحاتك تثير كثير من الجدل يعني في موضوعات شتى، وتم ايقاف البرنامج فتره ثم عاد مره اخرى، ماذا خرجت به من هذه التجربه؟ غالبا ما تثير تصريحاتي جدلا عند اهل الباطل، لا تثير جدلا عند اهل الحق. انا اول واحد اتهمت البردع النعمين واتشتمت من طوب الارض. ماذا يقول الرجل في هذه الأيام؟
ماذا بدا منه؟ الرجل ضحى. هناك ادله يعني اتهام الناس، اتهام الناس هل ياتي بهذا الشكل دكتور؟ اتهام الناس انما ياتي بشواهد، لا مش لازم يكون عندي اتصال تليفوني ان البرادعي بيكلم حد من الجناح الامريكي يعني، انما انا عندي كلام بيطلع. راجل دوله فيها 85 من مليون مسلم يهلفط على الفضائيات ويقول لك اعملوا لنا معهد بوزه. راجل عارف ان الشعب المصري مكوي من قتل اخوانه وسحلهم في فلسطين، ما نطق الرجل بكلمه انصروا اهل غزه. الرجل رويبضه، والله رويبضه. لكن هذا هذا الرجل يعني نسمع بعض، نسمع بعض. اكمل كلامي الاول. ما نطق بكلمه يدين فيها الكيان الصهيوني وفي الاخر يقول الهولوكوست يا منى والبوزه يا محمود، وانا الحقيقه اللي بينكروا الهولوكوست ليسوا مني، ده مصري؟ في مصري في الدنيا كده؟ هذا الرجل اتى في وقت مبارك عندما كان الجميع صامت. لا تسمعني حضرتك، نسمع. انا بأكرر، نسمع صامع مصر، نسمع طبعا. هذه اكذوبه، لا نحاول ان نقول للناس ان البرادعي جاء في وقت الناس كانت ساكته. البرادعي جاء بدعم امريكي، ولو لم تدعمه امريكا كان الثوره مدعومه امريكيا. اكمل كلامي. امريكا وصل معاها وقت ما كانتش عايزه مباراه خلاص، وعايزين نقول كلمة ممكن تسمعها مني والجمهور يسمعها. نسمع مع بعض يا أستاذ، يعني أنا أكلمك وتكلمك. ما الذي أتى بالبرادعي ليلتقي حسني مبارك ويلبسه قلادة النيل وينحني له، وبعد ما خرج من عنده قال ده راجل ودود وبيستمع؟ ده ما كانش ثوري ساعتها وعارف ان حسني مبارك فاسد؟ مرشد الإخوان قال أن حسني مبارك أب كل المصريين. أخطأ مرشد الإرواء الإخوان، أخطأ، ليس نبيا. وهناك علماء قال أن الخروج على مبارك حرام وبدعة. من هم؟ سميلي يعني اليوتيوب مليء بالمشايخ. سيدي الفاضل، الم تسمع ذلك يا دكتور خالد؟ انا بسال حضرتك. انا بسال حضرتك، حضرتك ما سمعتش ولا شيخ قال؟ ما سمعتش من مشايخنا اللي انا اعرفهم. يعني حضرتك ما سمعتش ان حد من اسامه القوصي؟ سمعت من رجال عندهم ده ادلتهم يا اخي. اللي عايز يرد عليهم يقول لهم الخروج على الحاكم يجوز، يروح يمسك ادلتهم ويقعد معاها. وبعدين سؤال بساله، يعني الناس دي اتكلمت في دين ولا في سياسه؟ اللي هم معترضين عليهم دول اتكلموا في دين ولا في سياسه؟ ان كانوا اتكلموا في دين انتوا بتقولوا ايه دخل الدين في سياسه، وان كانوا اتكلموا في سياسه يخطئون ويصيبون، بس ببساطه شديده. يعني باشمهندس خالد، يعني المشهد الان في حاله استقطاب شديد، يعني بالامس كان هناك مظاهره في التحرير وفي ميادين اخرى، واليوم مظاهره عند نهضه مصر، كيف يلتحم هؤلاء وهؤلاء؟ هذه اكذوبه ثانيه. يصدر اهل الاعلام ان الشعب المصري اتقسم نصين، انا لسه قايل لاخواننا هو فعلا نصين، نص قد كده اهو ونص قد الدنيا كلها، مش نصين. حتى النص اللي قد كده ملوش لازمه يعني؟ لا مش ملوش لازمه، ما حدش قال كده. انما يتعلم يعني شعب ومش مش شعب. لا اسمع بقى، يتعلموا ان دي ديمقراطيه، وانك عايز تعترض تعترض عن طريق قوانين شرعيه. انت نزلت رحنا نازلين لك، والناس دي نزلت ليه؟ عايزه تنزل في وقت تأيد الرئيس بس كده عشان نثبت للناس ان احنا رخمه مثلا؟ لا، انما احنا قلنا ببساطه شديده انت بتلعب ديمقراطيه؟ قال لك اه بلعب ديمقراطيه. مش الشعب ينصر السلطات؟ قال اه. طب اهو الشعب، اهو فين شعبك؟ اليس من حقه الاعتراض والتظاهر والاعتصام؟ هل من حقه ان هو يهدد وينادي بسقوط الرئيس المنتخب؟ عرفتها دي في الديمقراطيه في الدنيا؟ لكن من وقفوا على المنصه بالامس لم يقولوا ذلك، قالوا اسقاط الاعلان الدستوري. يا راجل، وكل الناس سمي لي الناس اللي قالوا، كل الجماهير اللي كانت موجوده في ميدان التحرير. يا سيدي الفاضل، احدثك عن من صعد الى ميدان التحرير وتحدث باسقاط الاعلان الدستوري، والبرادعي نفسه قال اسقاط الاعلان الدستوري. السؤال، من الذي طلب باسقاط الاعلان الدستوري؟ سمهم لي. البرادعي، حمدان صباحي، عبد مشتاق، مين؟ حركه 6 ابريل. مالها حركه 6 ابريل؟ من ضمن الناس، من ضمن الحركات. يا اخي انا هفترض الدكتور عبد المنعم فتوح. يا اخي انا بسالك سؤال، الدكتور عبد المنعم فتوح حاضر، هفترض ان هم وقفوا وقالوا الاعلان الدستوري واعترضوا واعتصموا، لماذا يسكتون على ما يجري في حرق مقرات الاخوان؟ ما سمعناش واحد طلع بتصريح قوي وقال لا. خرجت الاستنكارات من حزب الدستور ومن حمدان صباحي، استنكر هذا البرادعي وحمدان صباحي استنكر حرق المقرات. استنكروا ازاي؟ استنكروا بيانات رسميه. انا بسال سؤال، واليس لهم سيطره على اتباعهم؟ ما ينفعش يسيطروا على اتباعهم؟ ما ينفعش يقولوا ما ينفعش كده؟ ومن قال ان اتباعهم هم الذين يقومون بذلك؟ امال مين اللي نازل معاهم طيب؟ يعني الم تكن هناك شواهد ان هناك بلطجيه هجموا في المحله وفي ضمانه؟ بيقول كده بيقولوا لنا عيب عليكم دول ثوار. اما بنقول دول بلطجيه يقول لك يا اخي كخ عيب، دول ثوار ما تشتمهمش. ولما نقول تبعهم يقول لك مين اللي قال لك ان تبعنا؟ يا سيدي الفاضل، الناس هؤلاء يزيفون الوعي. أنا كل اللي أعرفه قلت لهم الإخوان المسلمين دول بشر يخطئون ويصيبون وممكن لا يساووا شيئا في السياسة، لعبهم سياسة، لعبهم صندوق. إنما واحد يطلع يقول لي لو الشعب استفتى على الدستور بالموافقة يبقى شعب جاهل، ده أرد عليه أقول له إيه؟ ده أرد عليه أقول له إيه؟
نشكرك المهندس والإعلامي خالد عبد الله. معنا الأستاذ جمال عبد الستار وكيل أول وزارة الأوقاف. أهلا بك أخي حبيب. أهلا بك. وجود حضرتك النهاردة يعني هل بصفة رسمية أم بصفة شخصية؟ أنا بصفتي هنا منسق نقابة الدعاة المصرية، وهنا مجموعة مع آلاف من العلماء والخطباء. إيه الرسالة يعني التي تريد أن توجهها من حضور حضرتك النهاردة؟ نقول لهم أن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، والأمانة في عنقه الشرعية أن يقوم بحماية البلاد والعباد ويأخذ القرارات اللازمة لذلك، فإذا أخطأ الشعب حسبه. نقول للناس أن الخلاف لا يعني العداء، نقول للأمة كلها أن الخلاف لا يعني التقاتل. نشجع على اختلاف الرأي وأن يقول كل واحد رأيه، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نقاتل أو أن نتقاتل، لا ينبغي بحال من الأحوال هذا. أقول لا ينبغي لأكثرية الأقلية أن تفرض رأيها على الأكثرية، ولكن الجميع يقول رأيه، والشعب هو الذي يختار. لا يجب أبدا أن نخاف من الشعب، الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يختار، فلا يأتي أحد ويتحدث باسم الشعب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. الآن في ميدان عمر مكرم بأسيوط أكثر من 1,000,000 مصري بيأيدوا الدكتور مرسي. وفي مسيرة جاية من مانيال واقفة مش عارفة توصل. مسيرة جاية من مانيال مش عارفة توصل. والخبر اللي أفضل من كده، في خبر بس مش متأكدين من صحته قوي، في خبر بيقول إن بشار الأسد مات دلوقتي. والخبر الثاني الله أكبر. ممكن شباب نسمع دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية بتقول ان هو هرب بره سوريا، يعني هو هرب لاما مات الان بشار الاسد، لاما هرب لاما مات الان. والان نستمع الى كلمة الشيخ محمد حسان. طب نحيي سوريا مع بعض. يلا يا ثورة لف ودوري، حي صمود الشعب السوري. يلا يا ثورة لف ودوري، حي صمود الشعب السوري. حي صمود الشعب السوري. والآن مع أذان العشاء مع الشيخ أحمد هدية.